اهلا بكم من جديد. انا كنت بامن بس على العزومه في الفاصل لان انا ما رضيتش اتوقع الحلقه اللي فاتت. صح، تمام. ما احنا ما اتفقناش على العزومه. لا اتفقنا على العزومه. لا لا طب سيد قول اتفقنا، بس سيد. قلنا بعد العزومه اللي فاتت يعني في عزومه. أيوة. في مقابل. اهلا. في مقابل يعني اتفقتوا عليا. في واحده تتم وبعد كده خش على الجديد. خلص القديم. يعني وانت راشق في كله. انت مش انا إيه؟ موجود، انا ضيف. الحمد لله كسبان. بقول لك ايه، انا لازم نكتر العزومات في الدوري لان توقعاتي في الدوري كلها بتتضرب. ما انا كنت لسه كاس العالم. هو ماشي معاه في كاس العالم. الشيخ بتاعه، الشيخ بتاعه اجنبي. الشيخ اجنبي. انا دولي. انا الشيخ بتاعتنا بقى محلي. الشيخ ده، لا هو الشيخ بتاعه من المغرب. كابتن سيد، انت قلت الارجنتين واصرت ان ياخد كاس العالم. احمد عيد كان متعاطف جدا مع الارجنتين لكن كان شايف وفق التكتيك والاداء الفني فرنسا مكتمل اكتر. كان رهانك على الارجنتين ايه؟ وازاي الارجنتين النهارده فاجئنا بالشكل ده؟ يعني احنا اتصدمنا. الارجنتين مستحوذ وعامل كل حاجه لمده 80 دقيقه، ودي حاجه مش سهله فاينل قدام فرنسا يعني. وخصوصا الشوط الاول. طبعا وجود ميسي هو بيفرق في اي، يعني انت ما تحط الكفه في لعيبه كتير في العالم وفي فرق كتير كويسه. ده اكبر ماتش يجيب الارجنتين في البطوله. ما شفناش يعني الارجنتين بتضيع يعني وبتوصل كده طول البطوله. ومن اول دقيقه تشوف عدد فرص فرنسا الشوط الاول ما فيش خالص. هتلاقي مبابي اصلا مش موجود لحد الدقيقه 70 او 77. وبعد كده بدا في الدقيقه 79. وبعد كده ظهر. انما الارجنتين من بدايه الماتش اصلا ماشيين بشكل كويس، روح كبيره جدا. خلي بالك ده الماتش السابع، كميه الاداء البدني لحد الدقيقه 78 لحد ما يدخل فيهم الجون. لا كانوا ماشيين بشكل جيد جدا. ايه طبعا ازاي ميسي وفين الباكين؟ احنا كنا خايفين من الباكين اللي في خلي بالك. هو النهارده تعامله تعامل جيد جدا. وبرده بامانه سوء حاله ديمبلي خلال ال 40 دقيقه اللي لعبهم كانت مساعده بشكل كبير جدا. حتى ضربه الجزاء هو يعني تغيير دي ماريا وبدء اللقاء النهارده، دي من الحاجات. سكالوني عمل حاجات كويسه جدا النهارده وحاجات وحشه قوي النهارده. يعني الغريبه بدا بيه جامده جدا وتغييرته كانت غريبه جدا. تغييرته غريبه جدا. يعني هو المدرب ممكن يبقى في يومه. سكالوني بدا بشكل كويس جدا وبتشكيل كويس جدا. عكس توقعاتنا لان احنا قلنا لو تفتكر خمسه هيلعب بخمسه عشان يقابل الطوفان الفرنساوي. هو لعب اربعه، ما عملش لعب اربعه والنهارده ولعب بديماريا ناحيه الشمال. فناحية الشمال كان مؤثر جدا من اول دقيقه في المباراه. دي ماريا هو كل طريقه اللعب كلها مبنيه عليه على هو مزبوط. الخطوره كلها من عنده مزبوط. انما التغيير يعني الأسوأ في البطوله كلها هو خروجه وتوقيت خروجه. وممكن خلي بالك يبقى تفكيرك ان انت عايز تقفل شويه، يعني ان انت هتزود حد في نص الملعب. انما انت عملت حاجه غريبه، جبت باك ليفت لعبته قدام باك ليفت. خليت الاثنين اصلا الجبهه دي ما بتهاجمش، واصلا في الناحيه الدفاعيه الاثنين واقفين على خط واحد. فانت الملعب جوه بقى فيه مساحات كتيره جدا. بدليل ان الجونين بعد كده جم من الناحيه الثانيه وجوه الملعب، لان كان في مساحات لعيبه نص الملعب بتاع فرنسا بتتحرك فيها. فانا يعني سكالوني النهارده زي ما قلت لك هو بدا بشكل كويس جدا بس تغييراته كانت صعبه جدا. طبعا وجود ميسي في الملعب بيفرق في كل حاجه. يعني تخيل كل لعيبه الارجنتين بالقوه اللي بيلعبوا بيها. يعني ديبول مثلا لعيب نص ملعب بيهاجم ويدافع وبيعمل كل حاجه في الكوره. لعيب يعني زي ما بيقولوا في ثلاث رئات، موجود في كل مكان في الملعب. الارجنتين معاه الكوره هو بيهاجم بشكل كويس جدا. الارجنتين بتدافع هو موجود تحت الكوره وبيدافع بشكل قوي جدا. في عدد من اللعيبه ماشيين بشكل كويس النهارده. تيجي المباراه اتقلبت ازاي؟ اتقلبت اوتاميندي كره يعني اسهل واحد، اسهل سيرديباك او اقل واحد امكانيات من اوتاميندي وما لعبش في الانديه الكبيره اللي لعب فيها. سهل جدا يطلع الكره اول ما تنط يطلعها وخلص الموضوع. انما الكره ما نطت وعدت بس خطوه خلاص الموضوع انتهى. خلص طبعا. وبعد كده اتحسبت ضربه جزاء. فهي النقطه غلطه بسيطه او تفصيله بسيطه رجعت فرنسا تاني. والجون التاني بعد دقيقة. وبعد كده فرنسا عندهم لعيب، يعني إذا كان ميسي هو قبل كده وتربينا أو يعني ال 15 سنة أو ال 17 سنة اللي اتفرجنا فيهم على كورة هو اللي متعنا، مبابي برضه هيبقى جزء من المتعة اللي جاية. يعني بس هو مش زي ميسي. لا بس خلي بالك هو مختلف. يعني أقول لك يعني هو عنده الإمكانيات. ميسي ممتع، رونالدو عنده قوة وناحية بدنية وهداف بشكل كبير. هو عنده الاثنين. هو الراجل عنده مهارة
المهاره مش زي ميسي بس عنده مهاره بشكل جيد جدا، بيعرف يخلص الكوره كويس جدا، وعنده الحته البدنيه وهداف. يعني الفرصه بتاع النهارده بتاع الجون الثاني دي اي حد طبيعي مش هياخدها واحده، مش هياخدها واحده في كاس عالم. انت بتتكلم ضربه جزاء بتيجي في الدقيقه كام بيلعبها في الدقيقه 80 يلعبها وشوطه الرابعه ضربات الجزاء اول واحد بيدخل. فدي برضو حاجات، وعنده 23 سنه انت بتتكلم في ايه يعني. برضو ده لو حد من كباتن الفرقه هقول لك ماشي، ممكن عنده خبره وعنده عدد ماتشات كبير جدا، انما هو تاني كاس عالم بالنسبه له، ومؤثر ازاي في الاثنين كاس عالم. الكاس العالم اللي فات اللي خدته فرنسا هو من العناصر اللي جابت كاس العالم، النهارده هو بيلعب النهائي وهو اللي مرجع فرنسا في المباراه كلها. يعني انت بتتكلم يعني لعيب تاريخي. خد بالك جايب 12 جول في بطولتين، في بطولتين البطولتين اللي لعبهم اللي هو ما لعبش 18 و22. كابتن احمد عيد 3 ضربات جزاء في نص ساعه في نهائي كاس عالم، ده لاعب يبقى قلبه عامل ازاي؟ وهل المدرب ممكن يوصل لدرجه ثقته في اللاعب بتاعه للدرجه دي؟ يعني ان يشوط بنالتي في الدقيقه 81 ولا الدقيقه 80، وبعدين يشوط بنالتي تاني في الدقيقه ما يعرفش 117 ولا 117، وبعدين اول ركله جزاء في الترجيح هو يخش يشوط هو حتى قبل الارجنتين. الثقه اللي بيحط بيها والمكان اللي بيحط فيه والقوه اللي بيحط بيها. بص يا كابتن، واحسن حارس مرمى شفت الزمن حراس المرمى اللي في العالم، شفت الزمن من وحط الكوره بيشوط ما ياخدش 5 ثواني. لا هو بياخد الستارت بتاع الناس بتتفاجئ اللي هو بيجري بسرعه، يعني بيحط الكوره اول ما الحكم يصفر وهجري بسرعه. ما بيقفش يبص اللي هو واخد هو تكنيك بيتحرك بيه بسرعه كده عشان خلاص هو يفاجئ حارس المرمى ويحط في مكانه وبيحط القوه. في الثلاث مرات عمل كده. طبعا 100%. الثلاث مرات شطب نفس القوه بنفس الزاويه في نفس المكان وصعبه وفي توقيتات صعبه جدا، ويحط عليك عبء نفسي وعبء كلها في الكوره صعبه جدا الصراحه. مش اي حد، انا قلت مثلا ممكن يشيلوا لي الاخر في ضربات الترجيح، لا دخل اول واحد وحاطط بقوه، وحارس المرمى برضو رايح كان ممكن يصدها بس راح هو مش عارف ده هيغير ده هيلعب في النص. طب اروح له هنا دي تالت مره. خد بالك فتره زمنيه ضيقه، ثلاث مرات في نص فهو ساعة. فاجئنا هو الصراحه لعيب ممتع زي سيد ما بيقول، هو اللي جاي هو اللي هيمتعنا. هو عنده 12 هدف في كاس العالم في بطولتين، هيضرب ارقام قياسيه، هيضرب ارقام قياسيه كتير جدا، ووارد جدا اللي هو تلاقيه كاس العالم اللي جاي. منتخب فرنسا منتخب كبير جدا والاسامي اللي موجوده فيه. لا وشفنا النهارده لعيبه صغيره طالعه مستقبل طبعا صباحة. هم من منتخبات اللي زيهم زي البرتغال عندهم لعيبه صغيره وغزوا العالم والكلام ده، لكن هو الماتش في الاول وفي الاخر متعه. يعني تورام صغير انت بتتكلم كولو مونايدا صغير، بتتكلم في كوندي السردباك كما فينجا صغير، كوندي السردباك هتلاقي السردباك بتاع كومان صغير، شوفانا صغير، تشواميني صغير. لعيبه كلها وفاران يلعب لسه، بس فاران مش لا هو السردباكين التانيين اللي موجودين كمان اصلا يلعبوا اوباموكانو دوت بتاع هرنانديز يلعب لغايه ما انا بقول لك. فهم يعني عندهم صغير. تيم ايه؟ تورام صغير تورام. انت عندك جيل يعني يلعب لغايه 26 يعني جيل قوي يعني. فرقه برضه فرقه محترمه يعني. مبابي اقصد معاه لسه جيل قوي لغايه كاس العالم اللي جاي طبعا. بس هو انا بقى هتكلم بقى في تفصيله بتاعت اوتاميندي رجعتهم للماتش وبتاعت دي ماريا اللي هو خرج. دي ماريا ممكن يكون هو التغيير مش حلو، بس ممكن خلاص انت اجواء الماتش وشكل الماتش فرنسا ما بتروحش للجول.